بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الترانس فاتي اسيد. البرزنتيشن ده بريبيرد باي انجي عبد الفتاح، اميره محمد عمر، انتصار محمد، امل السيد، اماني الامين، اميره عبد العظيم. طيب بدايه، يعني ايه ترانس فات؟ الترانس فات دي عباره عن ان ساتوريتد فاتي اسيد فيها على الاقل 1 دبل بوند، ومن اسمها ترانس يبقى اكيد هيبقى فيها تو الهيدروجين اتومز ان اوبوزيت سايد بالنسبه لمين؟ للدبل بوند. طيب بنلاقي الترانس فاتس دي فين؟ هي موستلي بتكون موجوده في البارشالي هيدروجينيتد فيجيتابل اويل، وكمان موجوده في الميلك والميت اوف روميننتس اللي هي الكاتل والجوتس وكده. ونخلي بالنا ان هي بارشالي هيدروجينيتد فيجيتابل اويل نوت كومبليتلي. في طرق معينه بعمل بيها بارشالي هيدروجينيشن للفيجيتابل اويل، ما يهمناش، بس ابقى عارفه ان ترانس فاتس موستلي موجوده فين؟ في البارشالي هيدروجينيتد فيجيتابل اويل. فاغلب الدول مهتمه بموضوع الترانس فات ده لان ليها افكتس على الهيلث اوف هيومن. فوجدوا ان الترانس فات متعلقه بامراض مختلفه زي الكوروناري هارت ديزيز والديابيتس تايب 2، وكمان في خطوره منها في موضوع الكانسر، فبتسبب كانسر في الكولون وكانسر في البريست وكانسر في البروستيت. فهو ده السبب اللي خلانا نتكلم اصلا عن موضوع الترانس فات. هو ان ناتشورال الانساتوريتد فاتي اسيد بتبقى سيس كونفيجوريشن نوت ترانس، يعني التو هيدروجين اتومز ان ذا سيم سايد بالنسبه للدبل بوند. طيب عايزين نعمل كده مقارنه بسيطه ما بين الترانس والسيس اكوردنج تو فيزيكال بروبرتيز. هنلاقي ان الميلتنج بوينت والدنسيتي للترانس كونفيجوريشن اعلى من السيس كونفيجوريشن. كمان هنلاقي ان السيس بتكون في الليكويد ستيت، اما الترانس ترانس فاتي اسيد بتكون في السيمي سوليد، ده في درجه حراره الغرفه. والجدول ده بيوضح ليميت الترانس فاتي اسيد المسموح بيه في الفود، وده طبعا بيختلف على حسب الكانتري. يعني مثلا هنلاقي اليونايتد ستيت بتسمح باقل من نص جرام في الوجبه، كندا بتسمح ب 2% من التوتال فات بالنسبه للاويل و 5% من التوتال فات بالنسبه للاذر فود. الدنمارك بتسمح ب 2% من التوتال فات، وهكذا. يعني كل دوله هنلاقي ليها ليميت معين للترانس فات في الفود. طيب هو انا ازاي بعرف اصلا الفود ده فيه ترانس فاتي اسيد ولا لا؟ بعمل اناليسز للترانس فاتي اسيد كونتنت عن طريق الجاز كروماتوجرافي او الاي ار سبكتروسكوبي، بس طريقة الاي ار افضل واسرع من الجاز كروماتوجرافي. طيب ازاي برضو بستخدم الاي ار سبكتروسكوبي في تحديد الترانس فاتي اسيد ليفل؟ بدور على بند معينة بتظهر عند 966، فلو لقيت البند دي معناها ان نسبة الترانس فاتي اسيد في الفود ده اعلى من 5%، ودي تعتبر ديس ادفانتج للاي ار لانه ما بيحددش الكمية الترانس فاتي اسيد الا لو كانت اعلى من 5%. وده جهاز الاي ار اللي انا بعمل بيه ديتكت للترانس فاتي اسيد في اي سامبل عندي. والسلايد دي بتوضح سبيكترم للترانس والسيس فاتي اسيد. هنلاقي ان السيس بتظهر عند حوالي 700، اما الترانس بتظهر عند حوالي 966. فاحنا اخدنا عينه كده من اويل اسمه الممتاز وعملنا له اناليسيس بالاي ار عشان نشوف هل في ترانس فاتي اسيد ولا لا، بس الحمد لله لقينا ان هو ما فيهوش ترانس فاتي اسيد، لقينا ان هو فيه سيس. وده السبيكترم اللي حصلنا عليه من الاناليسيس. هنلاحظ ان هو في باند ظهر عند 722، وده دليل على ان هو في سيس ترانس فاتي اسيد وما فيهوش ترانس فاتي اسيد. ومن النتائج اللي حصلنا عليها اقدر اوصي بزيت الممتاز as a source of food because it doesn't contain any harmful or recycled oils that may cause some disease to humans. واخيرا الريفرنس كان عبارة عن بيبر اتنشرت في مجلة يابانية سنة 2017. Thank you.